شكرا لك يا انيس، انا بشكرك على اتاحه الفرصه اللي اتاحت لي، والحقيقه دي بتعكس العلاقه الاستراتيجيه بين مصر. انا بشكرك، هيبقى امر سعيد جدا بالنسبه لنا في مصر كنت رئيس انك انت تزور مصر في اكبر فرصه لك مره ثانيه. انا بطمنك فخامه الرئيس على مصر، مصر قادره وامنه ومستقره جدا بحكم التعاون الاستراتيجي اللي بين And I will get to Egypt. We will absolutely be putting that on the list very soon. And this was really very much unscheduled. We wanted to say hello to each other, and you were able to come here last minute. And I appreciate that. That's very nice.